نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني عن البيوت اللي تشتريها البنوك، هل هي جاهزة ولا ما هي جاهزة؟ نعم. إذا البنك يقول بشتري لك البيت الفلاني يعني 1,300,000 ويحسب علي دبل. هو إذا اشتراه تملكه هو وتم تملكه له قبضه ثم باعه عليك فلا بأس بذلك، أما إذا اشتراه لك وسلم ثمنه فهذا لم يشتره هو ولم يتملكه هو، وإنما ناب عنك واشتراه لك وسلم ثمنه بزيادة يأخذها منك، هذا ربا ولا يجوز. نعم.